معانا السيدة مهند من الأليوبية، تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معلش والله يا عم الشيخ، أنا كنت عايزة أستفسر عن واحدة من قرايبنا، من أقرب الأقربين، وعايزة تعمل عملية وظروفها المادية مش متيسرة. هل يجوز إن أنا الزكاة اللي أطلع جزء من الزكاة بس هيبقى معدي ال 2000 جنيه يبقى يجوز إن يبقى ده زكاة ليها؟ طيب أسألك سؤال، هي العملية دي من العمليات الضرورية؟ يعني إيه نوع العملية دي؟ عين نظرة ضاع خالص وما بقتش تشوف كتير. يجوز ان انت تديها وده يكون من الزكاة، ويجوز ان انت تدي لها كل اموال زكاتك كلها لو كانت العملية تحتاج لاكتر من كده. يعني لو هي العملية يجوز ان ده يبقى من الزكاة؟ طبعا يجوز ان هو يكون من الزكاة، لان هي من المساكين، وهي تحتاج الى العملية ومعاش ما يكفيها، فيجوز، فده مصرف من مصارف الزكاة، انما الصدقات للفقراء والمساكين. أتعطيها هذا المال وإن شاء الله يكون من زكاتك. نعم. يبقى إذن هذا الأمر واضح. ليه بقى؟ طب إحنا مش عندنا القبض اللي أخذناه من قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، اللام هنا تقتضي الملكية، فلذلك الفقهاء بيقولوا هو لازم يتملك هذا المال. قالوا ما هو الحاجة الشديدة التي هو يعيش فيها تقوم مقام قبض المال، ان احنا ندفع له الاموال عشان يعمل العمليه، ودي ضروره، فايه اللي حاصل؟ فده تقوم مقام ماذا؟ تقوم مقام القبض. ولذلك يجوز ان احنا نعطيه هذه الاموال، وان شاء الله ربنا يكتب الصحه ويكتب العافيه لجميع مرضى المسلمين.